the fuck up. Get the fuck up. لا ركب ديال الكاميرا لحدك اللي كيكرو وريح اللي كيكرو في القريعة لحدك اللي كيكرو في القريعة كيبيعوا الصوت هاتي وكيجي 400 العيالات واش اللي جو 400 وما بقى والو وكل شيء مشى واحد المرة ديال جوج مرات درت الكاميرا ما هذيك خلصت الصباح جوج مرات درت الكاميرا ما هذيك خلصت الصباح لا حبك والله العادي منظر ضيف منظر وشارك وشارك مزاج وشارك مزاج وشارك مزاج وشارك مزاج ياك بعدا باقي فيا ميت قول لي هذا كيشرف كتزيان فيه الشده فريدي فريدي سمعتي جوج مرات لا لا الاخ الاخ دار لنا الاخ عمر بحال دخل بحال دخل قال لنا بحال قال لهم هذه طهاره هي اللي دخل دار لنا غير دخل قال الموضوع وبدا كيسد وكيعاير انا عندي الموضوع بحال ديال عمر اولا صباح الخير جميع الاخوات اولا ليديز فيرست الاخوان صباح الخير عليكم اخت ضوء القمر الاخت هند هيدي الاخت هند وجميع الاخوات اللي كاينين ابو الركابي راه منشور anyway الموضوع ديال الاخ انا روز الموضوع ديالي هو هل هناك سبيل للتقدم رغم تبعيتنا رغم تبعيتنا للشرق الأوسط أو بحضور أو لا بوجود تبعية المهم أنتم كتعرف أخوكم ما عندوش مع التأطير وما عندوش مع صياغة الموضوع شي. شوفوا كيفاش غديوا معه شكرا الأخ أنا روس وهذا الموضوع هذا كنظن هو الموضوع ديال الوقت ديالنا هذا هو كنظن هذا هو الصراع شي واحد الاخوان غير سمح لي ديال دقيقه شي واحد الاخوان اكتب الموضوع في التوبيك غير باش يشوفوا الاخوان مره مره نحوف التكست هل هناك سبيل للتقدم رغم تبعيتنا هذا هو الموضوع هل هناك سبيل للتقدم رغم تبعيتنا للشرق اولا تبعنا الشرق شحال دابا 70 عام نقولوا 50 عام ياك 50 عام وحنا تابعينهم ديما ياك حنا ديما تابعينهم ولكن مع البترول ومع ديك الاوضاع السياسيه مع ايران وداك الشيء ومع السعوديه كانت دوله لا تعتبر ومن لقاو البترول overnight بين عشية وضحاها ولت السعودية كتحكم تف الأمريكان وتف الإنجليز وتف فرنسا يعني عنده واحد الوزن في المجتمع العالمي يأكل الله وهذا الشيء هو فين بدأت التبعية ديال الصح ونايا اكتشفنا دوزنا معهم 50 عام حقاش واحد الحاجة كتدوز مع الماكسيموم 25 عام يعني ملي كيكون الطفل كيتزاد حتى كتولي عنده 25 عام يعني كيتزوج كتعرف بأن أي استراتيجية كدير إلا خدامة راه خدامة وإلا ما خداماش في 25 عام كتلوح على الزبل كتقول لك هادشي راه ما خدامش حنا درنا هادشي ودرناها تقريبا شي 48 مرة حنا كنقولوا لا راه المرة الجاية غنخدم وقيلا من 25 العام الجاية غادي نرجعوا للحضارة العربية الإسلامية في الأندلس وغادي نعودوا حنا واعرين ما عرفتش علاش واش حيت كنكوزو مزيان ما كنكوزوش بوينتي ولا ايغي ولا ياك ولا لي اوبتي ياك كاين واحد ايغي وكاين الاخر اوبتي ما عرفتش واش دابا التكويزه ياك ما كنكوزوش مزيان حيت انا هادشي اللي كنسمعوا بان الحضارة الإسلامية الناس كانوا كيكوزو مزيان وهداك التكواز هاو ما عرفناش لا لوجيك كيفاش هذاك التكواز بنى لنا الاندلس واستعمر العالم ولكن somehow استعمر العالم وبقينا ديما شادين في هذيك الفكره وقيل داكشي علاش ديما كنقولوا الحل هو الاسلام حيت واحد الوهم ديال الحضاره العربيه الاسلاميه بقى فينا حنا هما كنا داك المجد فهمتي
عندنا داك المجد، هذاك المجد ديال اللي كانوا كيقريونا في الشعر العربي، عقلتي الانسان كان كيتعنى باصله، الاصل ديالو شكون هو جدو، ياك عقلتو على دوك الابيات. انا روز غادي يلوح لكم شي بيت شعري دابا قراه في السانكي راني وحافظ منه شي بعض، غير حافظ داك الشعر، حافظ منه شي 24 ولا 30 بيت شعري. يا كنتي انا بنو لا تمالك ان كنت جاهله بما لا تعلمي، وداك الشيء عقلت هذيك الايامات كانوا كيقرونا، حيت داير العرب كيلقاو الشرف ديالهم وداك الشيء كيلقاو في الانسيستور. اوكي، وتا حنا بقينا كندويو نفس على مستوى الدول، وداك الشيء ديما كنشوفو في الحضاره العربيه الاسلاميه اللي سموها اسلاميه رغم ان لا علاقه لها بالاسلام قطعا. وهادو من الاكاذيب فهمتي، من الاكاذيب ومن دوك المغالطات اللي داروا لنا في التاريخ، حتى ولينا كنظنوا ان السبب ديال العلوم هو الاسلام. داكشي علاش كنقولوا كيلا كنتي كتكوز مزيان وات ذا فاك از كونيكشن، مع تلقى شي فيروس لشي، تلقى شي دول شي فيروس ولا تختار على شي طوموبيل ولا يا هادشي. هذا هو الوهم اللي كنعيشوه، كل شي الدول كتعيشو، كل شي الدول كتشوف بان الحضاره العربيه الاسلاميه هي لو برودوي ديال تطبيق الاسلام. ياس تطبيق الاسلام من ناحيه الشرميل والتعدي على الغير وانتهاك حرمات الانسان كانسان، هكا باش وصلت الحضاره العربيه، ما وصلتش بالعلم، حقاش العلماء كلهم تقطعوا إرابة ونفوهم وحرقوا الكتب ديالهم وقتلوهم. هادشي غير اللي كنعرفو حنا، اما داكشي اللي ما كتعرفش انت انسى. واش فهمتونا الاخوان؟ يعني ان هاد الحضاره العربيه الاسلاميه لولا وجود الاسلام هي اصلا ما كانش غادي تكون، ولكن تاني لولا وجود الاسلام لكانت الحضاره غتكون حضاره بجداره واستحقاق، كون خلاو هادوك العلماء اللي كنعرفو دابا، حيت حنا الله كنعرفو شحال شي 12 ولا ربما شي 24 اونصوم ديال هادوك العلماء اللي بقاو. اما داكشي اللي كيمشي بلا ما كتعرف انت ما نهضروش. اذا هنايا التبعيه للشرق الاوسط، اولا اشنا هما المؤثرات ديالها، اشنو اللي ضيعنا فاش تبعنا الشرق الاوسط وكانت عندنا واحد الاوبسيون اخرى اننا نتبعوا شي حاجه اخرى. مثلا هاد 50 عام هادي اللي دوزنا مع الشرق الاوسط، كون ما كانش عندنا الشرق الاوسط في الذهن ديالنا وفي الخريطه ديال الدماغ ديالنا، وكنا مشينا مع فرنسا مثلا في الستينات وداك الشيء، كنا كنشوفوا المغرب كان تقريبا هو فرنسا، والناس اللي كانوا كيقريونا كانوا فرنساويين، ولا المغرب غادي في هذاك نفس السياق ديال فرنسا. في اللباس كنتي كدوز كتلقى الناس الطوموبيلات كيدوزو كيجمعوا الكلاب، كنتي كتريح كيجيو كيحطوا لك الحليب والزبده والكومير قدام الدار، فهمتيني؟ زعما تبعنا هذاك النهج ديال فرنسا، كتمشي لشي دار كتلقى فيه واحد الجرده كيريحوا فيها عباد الله، فهمتي؟ ما بقاش بحال دابا كتمشي كتلقى الباطيمات 70 الف مليون باطيمه وما كاين حتى شي جرده فين يريحوا عباد الله. يعني هذاك الشيء اللي خلات فينا فرنسا، يعني كنت تبعناه واش كان غادي يكون المستوى ديال المغرب هو المستوى ديالنا حنا على جميع المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. على المستوى السياسي التبعيه ديالنا للشرق الاوسط عطاتنا خساره كبيره. اشنا هي هذه الخساره؟ هي اولا خلقت واحد ديفايد ما بين الثقافه ديالنا، وسعت هذاك الفرق اللي كان بيننا وبين الثقافه الاوروبيه. واحد الثقافه اللي كتدخل للدار عندك كتلقاه كلشي مبني بالثقافه الاوروبيه، كتمشي كتقلب البوطه منين جات البوطه جات من عند اوروبا، كتقلب كاينه الثلاجه منين جات الثلاجه جات من الماكينه ديال التصبين منين جات الماكينه ديال التصبين جات من اوروبا، كتمشي كتقلب فران عفيفي شكون هو اللي صنع هذا الفران ديال عفيفي؟ صنعته اوروبا. اذا لا بد هاد الناس خص يدخلوا لك الحضاره ديالهم مع داكشي اللي كيصيفطوا لك، علاش؟ طريقة العيش ديالك وكيفرضوا عليك تعيش بحالهم، ما غاديش تشد الفرق فاكا وغادي تبدا خشبه
قطعتيها شويه بواحد الموس درتي فيها شي مجعدات وداك الشيء وخدمتها ما غاديش تبقى. اذا فاش كيجيب لك الماكينه ديال الصبين غير لك الثقافه ديالك. يعني حنايا اونيتي اوبليجي باش نتبعوا الثقافه الغربيه، ولكن مع ذلك رفضنا كندخلوا للدار ما كاينه ديال ما حتى شي حاجه جايه من السعوديه. وربما ديك السجاده ديك الصلايه اللي حاط تما في القنت هذيك راه ربما مصنوعه في الصين. ومع ذلك هذوك الناس عندهم تاثير على الثقافه ديالنا اكثر من اللي عند هاد الناس اللي عمرونا بالثقافه ديالك. كتقلب سنانك كتلقى فيهم الثقافه ديال الاوروبيه، كتقلب رجليك كتقلب عينيك كتطل شويه من القدام تشوف الله تشوف الفوق تشوف التحت فين ما شتي كتشوف الثقافه. يعني ان هاد الناس كانوا اجدر انه يغيروا لنا الثقافه ديالنا بلا ما يهضروا معنا ما يقولوا لنا والو، غادي غير يصيفطوا لنا لي برودوي ما تقراش ديال الفرنسي لا والو. كنت غادي يكون عندي اكثر تاثرا بالثقافه الاوروبيه منه ولا عليه ولا داك الشيء الثقافه القريشيه. اوكي، اذا اولا خلقتنا مشكل مع الغرب، ثانيا على المستوى السياسي خلقتنا مشكل مثلا ديال فلسطين. حنا تابعين فلسطين وفينا ولا انتغي ديالي. اوكي، الا تبعت فلسطين اش غادي نخسر؟ لا هضرتي فلسطين غادي تخسر اسرائيل، ولا خسرتي اسرائيل غادي تخسر بزاف ديال الحوايج. الا خسرتي اسرائيل، اسرائيل سابع قوه عالميه تقريبا على جميع المستويات، تعتبر من 10 الدول الاوائل في العالم. فين كاينه المصلحه ديالك؟ كاينه مع هذوك 10 الاوائل، ما كاينش عندنا. شنو هي المصلحه ديالي مع فلسطين؟ شكون جاب لنا هذا الفكر هذا ان المصلحه ديالك كان سكند تو المصلحه ديال الله وديال الرسول وديال ماشي زعما هذه غير سياسه اللي انتهجت هاد الدوله مشات. الشعب كان كيقول لك يا اولى القبلتين ويا ثالث الحرمين ويا روح فدات السيره يا اصاله وعروبه وغيره. هنا فين مشات الاصاله والعروبه والغيره؟ هنا فين مشينا للجامعه العربيه وقلنا راه حنا عرب؟ وديك الساعه تم تعريب المغرب. اذا هنا اولا خصنا نوصلوا للخاتمه بان او الديره التبعيه للشرق الاوسط عندها نصيب كبير في التخلف ديالنا. وهادشي اللي غادي نهضروا عليه وندخلوا فيه اون ديتاي راه غادي نكتبوا عليه ماشي كتاب، كتوبه غتبقى تكتب 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 على لي نيجاتيفيتي على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والخلقي وداكشي كامل اللي كيخص الانسان. يعني هاد النيجاتيفيتي والدروباكس اللي خلقت لنا الثقافه. اذا هنايا علاش حنا كنسولوا حيت دوزنا 50 عام ليكسبيريونس اللي عندنا مع السعوديه وداكشي، عندنا واحد بزاف ديال الشعور والاحساس والجوارح، فهمتي؟ هذوك الحوايج اللي اصلا فاش كتدخل العالم ديال المصلحه ما كيكونوش غير كنت مع المراه ديالك وداكشي بغيت تنعس معاها كتمشي كتبغي تنعس معاها نهار الجمعه من نهار الاربعاء كتبدا تقاد المسائل، تغسل الماعن، تجيب شي حاجه في يديك زايده تفكرها بشي حاجه، هي اللي كتستعمل معاها العاطفه وكتستعمل معاها ولكن على المستوى الدول ومستوى المصالح راه ما كنعقلش عليك. انا انت الجزائر اختي وكنبغيك، ولكن واريز المصلحه ديالي؟ واش كاينه المصلحه ديالي هنايا سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا؟ كاينه شي مصلحه؟ الا ما كايناش شي مصلحه والله ما نعقل عليك الجزائر. واخا حنا خوت وكل شيء، ولكن كاين واحد مساله سميتها المصلحه. داري قبل من دار جاري، الجار قبل الدار، هذيك هضره ديال الكيلو. ما كاين لا جار لا جار، وكنعرفوا هذا الشيء كل شيء. راه ما كاين ولدك كيمرض راه ما كتقلبش على ولد جارك واش مريض اكثر من ولدك باش تداوي ولد جارك هو الاول، هذا هو لا رياليتي اللي كنعيق. اذا هنايا المساله ديال المصلحه تذوب الا كنتي مسلم، ما كيبقاش المسلم، كتبقى لا كونديسيون الاولى عندنا هي فين هي المصلحه ديالك. شي واحد تيقول لك دير هذه ودير هذه وكتقول له واتس ذا كاتش، اشنا هو واتس ان ات فور مي، اش غادي نستافد؟ اول حاجه غديرها علاش تلحق سي ان انفستيسمون، انت غادي تستثمر. اذا فاش كتستثمر الوقت، الوقت راه استثمار، تايم فاليو ماني فاليو اوف تايم،
الثمن ديال 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 الوقت. اوكي هذه المساله هذه كدوب فاش كيدخلك الاسلام تيقول لك لسن اول ذا شي وداك البيولوجيه ديالك وداك الطموحات ديالك وديك وديك الغريزه ديالك انك تبقى تابع للمصلحه ديالك يقرا بوري الصايد خصك تحطها على جنب. غادي تشد اول حاجه غادي تشوف هو الاسلام، واش الاسلام وبيضه الاسلام واش هذا واش فهمتونا الاخوان. ربما هذا الشيء ما كنقراوش ولكن كنخدموه في اللاوعي ديالنا هو فاش كنكونوا. وسمعتونا الاخوان مثلا فاش كيقول لك واحد شي ناس ماتوا من اليهود ما كيضركش خاطرك، علاش؟ حيت اللاوعي ديالك هو اللي خدام، هو اللي تيقول لك هذوك راه ماشي انسان. اوكي اذا انا علاش طرحت هذا الموضوع؟ حيت كنشوف الا دوزتي 50 عام غادي في واحد الطريق وما وصلتيش للهدف ديالك راه خصك تبدل الطريق. ها سرعه المشي في طريق الضلال لا تزيدك الا بعدا عن الحقيقه، وهذا الشيء اللي غادي فيه هو اللي كنديروا فيه. حنا غادي دابا في طريق الضلال وولينا غادي بالجهل، كل شيء بنادم بغيت تبع الشرق الاوسط حتى ولا ديك الجلابه المغربيه ما بقاش عاجباه، ديك الجلابه اللي خارجه من المغرب. انا كنت كنشوف الوالده كتشد ديك اللي كيسميوها الصابره وكتشد في مدينها في واحد العود ديال الكسب وكتحلها وحاطه واحد الماكينه عندها في الدار سميتها المعلم، غير سامبل، فيها واحد القنبه وفيها واحد الجراره وفيها واحد الكيلو محطوط لقدام وكتجر وكتصوب الصابره وكتصوب بها كتصوب بها القفطان وتولي داك الجزائري والجزائري ونص وداك الشيء كامل. دابا المغرب ما بقاوش بغاو هذوك الجلالب، بغاو شي جلابه تجي من عند سوريا ولا تجي من عند العراق ولا تجي من عند السعوديه. اوكي دابا ما بقاش حتى اعتبار الثقافه ديالك، علاش؟ حيت الثقافه ديالك الى سكند تو سمبادي ايلس، ديما هو الثقافه الفكر ديالك الفلسفه ديالك المصلحه ديالك كل شيء ولا كيجي سكند لشي حاجه اخرى، ما بقيتيش انت هو داكشي. علاش فاش كنهضروا على الوطنيه تنقول لك بغيتي تقلب على الوطنيه سي عند واحد من البرتغال ولا واحد من اسبانيا ولا شي واحد من طوغو ولا شي واحد من البرازيل، وغادي تلقى عنده اللب ديال الوطنيه ولكن ما غاديش تلقاها في المغربي. وهذا الشيء اللي كنديروا دابا، تبعنا شي وسخ ودابا تابعينه بالجد، كنا تابعينه غادي في طريق الخطا. انت غادي وعارف بان هذاك الهدف اللي باغي توصل ليه كاين لا ديريكسيون اوبوزي، ولكن غادي وغادي كتجري. علاش؟ حيت اللاوعي ديالك تيقول لك اوكي هذه هي الطريق، هذاك هو اللاوعي. عرفتي شنو هو اللاوعي؟ اللاوعي هو الدين، اللاوعي هو فاش كتحط شنو هو اللاوعي. الوعي هو كتعرف المصلحه ديالك. That's what we come here for، حنا كنجيو لهذا الوجود غير المصلحه ديالنا. الا تي ناس شي واحد كيكذب عليك اللي كيقول لك شي حاجه اخرى، الا عطيتي لشي واحد صدقه راه عطيتي حيت فيها مصلحه لك انت، حيت انت عندك شي دماغ كيتزاد فيها التستيرون وكتفرح انت، راه ماشي حيت ها وهذا الشيء فيه المصلحه ديالك. اوكي حنا كنجيو لهذا الوجود تيقول لك يا المصلحه ديالك ساكن، المصلحه ديالك انت عطشان ولكن المصلحه ديال الله انت تبقى ديال امك جيعان، انت المصلحه ديالك خصك تكون ناعس مع 4:30 ديال الصباح ولكن المصلحه ديال وانت مريض واقيلا فيك السخانه ولا شيء ولكن المصلحه ديال الله comes before your health. هذه راه ايديولوجيه خطيره، راه اي واحد تحيد ليه المصلحه ديالو ديرها ساكن تو something راس مساله خطيره. علاش؟ حيت واحد اخر حداك كتنافس معاه هو المصلحه ديالو هو الاولى، هو راه ما كيقولش كان رمضان غادي يسد انا غادي نقص 40% ديال البرودكتيفيتي غادي نسد انا في رمضان في سبيل واحد الاله، تيقول لك فاك الاله انا الا غادي نضيع 40% ديال المده شهر في العام والالمان ولا الجابون المنافسين ديالي خدامين ديال ما 24 ساعه في النهار وانا نزيد نشد شهر نحيد ديال 40% وانا دوزت مع هاد الناس 25 عام ولا 30 عام ديال المنافسه راه غادي يذوبوني حيت انا ما كنتبعش المصلحه ديالي.
وشنا هو الصراع هنا؟ هو شكون اللي كي يلبي الرغبات ديال المصلحة ديالو حسن من الآخر؟ هادشي علاش كنجيو لهذا الوجود على المستوى الفردي، وهادشي اللي كنجيو ليه على مستوى المجتمعات. شكون هو المجتمع المتفوق؟ داكشي علاش كنديروا الأولمبيات، وداكشي علاش في أي مجال من مجالات الحياة إلا فيه منافسة. المغرب عندنا حتى واحد ما كيتنافس مع مراكش، ماشي شي مدينه كتقول اوكي وات ذا فاك، مراكش دات كلشي، راه نبني ليهم نقاد ليهم شي خربه عندها 200 عام نشدها ونقعدها، فهمتي؟ ما عندناش هذاك ليسبري ديال المنافسه. اذا حنا كمجتمعات لا علاقه لنا بالمصلحه، ولا مثل يوصاف ان اف يو دين نو ناو يو نو، الا ما كتبعش المصلحه ديالك رايعين ليفين لايف، حيت انت يا غريزه فيك انك تتبع المصلحه ديالك، والمصلحه ديالك ماشي الله اللي تيجي يقولها لك ولا شي كتاب من السماء. جاست لوك ويدين يو، دون ايفن لوك، انت عاد سنى هي غتخرج بوحدها غتقول لك او ديرها المصلحه ديالي اولى من المصلحه ديال اي شي قوة اخر. الله الرسول ذاك القلاوي واش هو كيعيش انا الواقع ديالي باش انا نضحي في المصلحه ديالي اليوم هما فاكم. كان صوت الإخوان. إذن هالتبعية هذه الشرق الأوسط لا مصلحة لنا فيها. واحد الحاجة اللي ما عندكش في المصلحة أش كدير لها الإخوان؟ قاعيك عندكم ديور، عندكم كتنقوا الخضراء، عندكم شي بنودين مقديم، عندكم شي أش كدير لشي حاجة اللي ما فيهاش المصلحة؟ You get rid of it and fast. خصك تهنى منها fast because صافي الأجل ديالها صافي ما بقاش المصلحة كتهنى منها كتلوحها في المزبالة. وحنا الخرا دين مو دوزنا معاه 50 عام وعرفنا الخرا ما في دين مو تان شي مصلحة وعايشين معاه غير في المشاكل وان كو اكزوربيتون الى اكزوربيتون كينا في الفرنسي كينا يا كينا اكزوربيتون ياك ما كتعني شي حاجة. مهم اوكي، اذا نتشا دوزنا فيه 25-50 عام. كاين الناس الوالدين دوزوا فيه 70 عام الى حسبوا من 10 سنين دوك يعيشوا الواقع، فهمتونا الاخوان؟ وخصنا نعيقوا راه خصنا نقولوا واه واحد الحاجه اللي معنقها وكتبوس فيها وغير كدور بها وهي احسن عندك. وعرفتي شنو هو الاخوان؟ راه هادشي اللي كنشوفوا فيه حنا اون بيرت توتال. الناس كيعتبروها 80% ديال المجتمع كيعتبروه اعظم نعمه، اعظم نعمه تاعنا حتى ما بقاش كتبان لي المول المصلحه ديالو، ما بقاش كتبان لي المصلحه ديالو. انت الا ما بقاش كتبان حنا اش كتجيو هنا لهاد الوجود؟ ماشي غير انت، ماشي الكلب والدبانه والفار والخنزير والحمار والحلوف والحوته وداكشي كله، علاش كيجيو لهاد الوجود؟ لخدم مصالحهم. خدمي ياك ما قاوتها لخدمي يجب عليك الخدم خدمي كاينه الخدمي مصالحهم الفردية. هادشي علاش كيجي العالم كله، جميع الكائنات، جميع الحيوانات، أي حاجة حية، أي حاجة وردة أشنا كلها كتخدم المصلحة ديالها. الوردة تاهي كتحطها كتبان ليها الشمس كتكا كتقلب على الشمس وكتمشي مع الشمس حيت عندها مصلحة في الشمس. إلا حطيتي ليها الجذور كتمشي تقلب على البروتينات وريفر يو كولي. لا عندنا شي واحد هنايا عنده معاها المصلحة. كيجي الإسلام تيقول لك هذيك المصلحة ما عندك ما دير بها وما مزيانة ليك وبط القحبة وهي اللي غتدخلك لجهنم وخصك تهنى منها وخصك ها كيفاش دير إلى هذا، فمن لم يجد فليصوم وهذاك الشيء كامل. هذيك كلها هضرة ديال الكيلو. داك الشيء علاش كنقولوا هذه إيديولوجية فاسدة. راه كاع الإيديولوجيات كيزيغوك شوية على غريزة الحياة أو لماهية الحياة أو لغريزة الإنسان. كيحاولوا يفرضوا عليك شي حاجة اللي ما فرضاتهاش عليك الظروف والبيئة، كل شي الديانات. ولكن الإسلام كيخرج على النطاق كاع ديال حتى كيخرج ديك الحدود ديالها، ما بقاش إنسان، هذا راه ولا حيوان. حفاش كيجي شي واحد تيقول لك أنا أحب الموت، كتقول له ذا فاك إز رونغ ويز يو، واش أنت دين أمك مريض كيفاش تحب الموت؟ وراه قاعد لونيفير كله مبني ليك انت باش تحدى الموت. وداكشي علاش عندك الريفليكس وداكشي علاش عندك الانتيكو وداكشي علاش عندك العينين وكلشي داكشي عندك غير باش كلشي انت الوجود ديالك مبني على انك تحدى الموت، على انك يكون ليك وجود.
شكون دابا اللي غيجيب لك ايديولوجيه بحال هذه اللي كتشد ماهيه قاعد البيولوجي وقاعد الشيء اللي مبني عليه الوجود كامل، وكتقول لك الشيء هذا كله ما عندي ما ندير به، المهم هو انا، هذاك الشيء كله ديالك انت وديال الوجود والحياه الانسانيه والشعور والخير وكاع داك الشيء كله ما عندنا ما نديرو به، المهم هو انا نبقى زوين وانا نبقى هو عينيك رغم الظروف، تمرض تقود عليك تكون مجتمع متخلف تكون دين امك انت يا لاجئ في بلدان الناس انا ما كيهمنيش، المهم انا خصني نبقى انتاكت. وراء وهم هذا، وهذا لا علاقة له بهدف الحياة تماما والو، بحيل الناس كيلعبوا السيكليزم وانت داخل تلعب الفروسية، راه ما يمكنش، راه امبوسيبل. وهذا الشيء اللي درنا في التاريخ ديالنا، شدينا في واحد ايديولوجيا تكره الحياة، هذا هو الإسلام. إسلام إيديولوجيا تكره الحياة وكدي في سبيل في ما وسعها ما في وسعها انك تهدم لك الحياه، البرانسيب ديال الحياه ما يبقاش. حنا كنجيو بالعكس، حنا راه كنجيو هنا باش نكبروا هذيك الحياه، داكشي علاش الناس كيخلقوا الدواء، كيخلقوا الدواء لواحد المرض حيت كيشوفوا بان فيه الحياه، كتكب على شي حاجه في الماء حيت بغيتي ليها الحياه. يعني حنا كنجيو كلنا حنا كنعبروا على الحياه، كتجي واحد الايديولوجي كتقول لك شي هذاك الشيء كتلوح دين مبزبل، اش كدير انت كتلوح دين مبزبل وما على بالكش وتفتخر. اوكي، اذا هذا موضوع كبير. هذا اذا التبعيه للشرق الاوسط كيفاش غادي تخلصوا منها الاخوان؟ كيفاش التبعيه للشرق الاوسط؟ حنا راه عندنا واحد القضيه مقوده، حنا راه عندنا الملكيه، والملكيه عندها واحد الخيط لاصق ديال المعطي، ديك الخيوطه ديال دوك اللي كتربط بهم شي موتور، دوك السلوكه ديال دوك اللي السلك ديال المو ما كيتقطعش، كتبقى معليه، خصك ليه هذاك هو هذه هي العلاقه اللي عندنا مع الشرق الاوسط. انا نعطيكم واحد الخاتمه بالخف، عرفتي وبديت كنفكر في هاد الايامات، مابقاش عندكم علاقه في الشرق الاوسط من ناحيه الدين. اوكي، والموضوع اللي قال عمر راه عنده الحق، الشرق الاوسط غادي يخرجوا وكل شي الدول غادي تخرج وغادي تحضي هاد الكلمه، غادي يقولها غادي يموت بيالي وغادي يبولوا الكلاب على قبره، سمعتيني؟ وغادي تلقى المغرب اكثر دول تخلفا في العالم، غادي تلقاو والله العظيم بالله من 45 50 عام غادي تلقى المغرب اكثر تخلفا في العالم. العالم كله واش هي السباق في العالم؟ هو المصالح الاخوان. شتي فاش كتشد واحد السلوكي ولا شي جري هاوند ولا شي وكتبغي يجري، كتلصق ليه واحد القنيه في واحد الطوموبيل وكتكسيري، وهذاك هو الهدف ديال العالم. العالم كله كيقلب على المصلحه ديالو. علاش كيقلبوا المصلحه ديالهم فقط؟ الا بغيتي تنافس معاهم كيكون عندك نفس الهدف، خص تكون انت بحالو، يعني انت خص يكون المصلحه ديالك كاينه غير الهدف ديالك في الحياه هو المصلحه ديالك فقط، ديك الساعه تقدر تكومبيتي معاه. اوكي، ولكن انت المصلحه ديالك ما كايناش نكزيست با، داكشي علاش ما يمكنش نتقدموا. على باك انت كيفكر اش غادي يوقع لولادو؟ يا عنده هذا كتب عليه الراده كتب الورد، يا غادي يدور معاك. واش هو كيفكر اش غادي يوقع لولادو؟ هو كيفكر عف راسو. الا مشيت انا عند الوالده اول حاجه كتقول لي يا ولدي داكشي اللي كيتسنانا وكيتسنانا وكيتسنانا، ما كتفكرش بان راه غادي نموتو وي دون نو واتس غانا هابن، ليتس لوك ات ذا نيكست جينيريشن. فهمتي واش الشيء اللي كيوقع للمسلمين؟ المسلم امتى كتكمل الحياه؟ امتى كيكون صافي كيموت صافي، هو غير هو وراسو. ما عرفتش انا كيفاش غنفكر في هادشي، ولكن شكرا.